انت كيف عرفت انه انا اللي تصاوبت صحفي، غير انه انت قاصد اصابتي وقاصد انه انا يعني مصاب؟ الإصابة صراحة يعني أنا كنت لابس كل لبسي. شوي قبل الإصابة يمكن ب10 دقائق حسيت إنه راح يصير معي إشي من تعامل الجنود الاحتلال معي، إنه واحد وقفني الثاني قال له لا خليه يروح، وصاروا يضحكوا. وإنه بعد ما تصابت على طول إجوا يعني لأول مرة يعني بخلال تغطيتي انه اجا وعمال بصور فيه وبيحكي هذا بتخوت وهذا. يعني انت كيف انت عرفت، يعني اذا انت مش شايفني مثلا او مش قاصد اصابتي، كيف عرفت انه انا اتصابت؟ وانت بتحكي يعني سمعت الجندي كان يحكي انه هذا من الاولاد صابوه مش منا. حالتي اليوم أحسن من أول، حالتي الحمد لله بتحسن، مع إنه الرصاصة موجودة لسه في راسي ما انشالت. قدامي مشوار من العلاج جايني يعني طويل شوي. رسالتي للي اتضامنوا معي يعني طبعا كل الشكر لهم، وكل كلمات الشكر والمحبة ما بتوفي وقفة زملائي خاصة معي، وده كل الصحفيين في العالم ولكل من اتضامن معي. وطبعا إن شاء الله تكون آخر انتهاك بحق زملائي الصحفيين وحقنا كجسم صحفي فلسطيني بشكل خاص وعالمي، يعني بكل الجسم الصحفي بالعالم.